باسم هذه الطريقة. أصبح أيضا هو من يحكي العربي ومذكور في كتب بغداد القديمة. لماذا أكون هذا الحجاب؟ منذر الموسيقار، منذر الذي بنى حياته كلها من أجل الموسيقى ومن أجل إسماع الألحان الجيدة والأصولية إلى الناس، إلى الشعب، إلى الشعوب التي يجب أن يكون لها ذوق عالي ومرتفع لكي تتقدم بالعمل من أجل رفع شأن بلادها. صارت السنة مالته مع الأسف ما احتفلوا بي، الموسيقيين ما احتفلوا بي. لماذا؟ هل هذا هو حقه ونصيبه؟ شكل هل يحترمه؟ ما أنا أشوف العديد.